الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله العظيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار والله خير الرازقين والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أدراك ما الحق الحق ما الحق وما إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم الحق
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاطية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنايا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
فأوما يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى والضحى والضحى يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتابا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم بلغ ثواب ما قرأنا لروح سيدنا محمد ولآل بيته الكرام ولأصحابه والتابعين ولمشايخنا وعلمائنا والسابقين علينا في الدين وللفقيد
ولآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين. اللهم تغمد الفقيد بواسع رحماتك وأدخله فسيح جناتك. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول، فأكرم نزوله ووسع مدخله. اللهم جافي القدر عن جنبيه، اللهم اجعل قدره نورا وعن يمينه نورا وعن يساره نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا، وأعظم له نورا وعظم له نورا. اللهم يمن له الكتاب ويسر له الحساب. اللهم اجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم اكتبه عندك من الشهداء، اللهم اكتبه عندك من الشهداء، اللهم إنا نحسبه من الصالحين ولا نزكيه عليك، فأكرم نزله يا الله. اللهم اجعله ممن يقولها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اللهم أسعد ليلته، اللهم اجعل هذه الليلة وكل الليالي أسعد ليالي. اللهم اغفر لرزق وارحم، اللهم اغفر لرزق وارحم، اللهم نور قبره بالقرآن، اللهم شفع فيه سيد الأنام، سيد ولد عدنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذلته واغسل حوبته، اللهم اغفر ذلته واغسل حوبته، اللهم استرنا بالقرآن وحصنا بالقرآن وجملنا بجمال القرآن وزيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدبنا بأدب القرآن واشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن وبارك في جمعنا بالقرآن القرآن.
احشرنا مع نبي القرآن. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، وارفع راية الاسلام خفاقة عالية يا كريم، واهلك الشرك والمشركين. اللهم اهلك الشرك والمشركين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، ورمل نساءهم، ويتم اطفالهم، واجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان، والسلم والسلام، والسخاء والاستقرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هكذا يا اخوتي المؤمنين والاسلام، استمعتم من هيئة للبينات. طلع لنا سمع حضرتكم من فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ ابراهيم عبد العزيز بركات، القارئ المعروف هو المقيم الشوكة الحاجرة التابعة لمركزه مدينة حوشيسة. وزاد لكم على كل مكبرات الصوت الدور هو الفراشة الحديثة الكبرى، ولو تسردكات ركبته جهزة من مخازن ومحلات. المعلم شحات موافي المقيم والمعروف بكرة عمارة. مباراة السلام عزيزي الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والباقون الله وحده.